مدرسة مدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ تجربة فرشاة الأسنان الكهربائية، سيحرص جهاز التوقيت على أن أنظف أسناني فترة كافية لتصبح بيضاء. أوثقة أنك ستكونين بخير بمفردك ولن تخافي؟ أمي لقد قلت لك سأكون بخير. تذكري فقط، لا وجود للسيد الوجه المخيف المختبئ داخل الخزانة. صدقيني أنا أعرف ذلك وأنا قادرة على الاهتمام بنفسي. هذه روح ألي هولي رولر، طابت ليلتك ونوما هنيئا، ولا تدعي العثة يعضك. أبي، يمكنك الاتصال بنا هاتفيا. فهمت ذلك، إلى اللقاء. والآن وبالضغط على الزر مرة واحدة سأطلق عنان قوة التنظيف في فرشاتي الكهربائية. قلت بالضغط على الزر مرة واحدة. أمر غريب. شكراً. مرحباً. الآن؟ حسناً. المزيد من الشاي، أليس فروغيكين؟ تعرفين فروغيكين صحيح كريبي؟ لا أعرفها. حبة سكر واحدة أو حبتان سيد فلافي باني؟ لا يفعل مصباحي هذا. إذا تجاهلناه ربما يتوقف عن ذلك. والآن أنا واثقة من أنك تذكرين سيد فلافي باني. أجل بالطبع، لكن ما خطب المصابيح وجهاز التلفزيون؟ ليس السيد الوجه المخيف حتما. من؟ هل قلت هذا؟ أعني لابد أنه جهاز توقيت كهربائي جديد وضعه والدي في الداخل، لكن نسي أن يخبرني عنه. هل يستطيع جهاز التوقيت أن يجعل حاسوبك يطبع بمفرده؟ لا، ولا السيد الوجه المخيف. أعني أنه لم استطاع ذلك حتى إذا كان وجوده حقيقياً. دريغ نوبس بلوفي، ما معنى هذا؟ يعني أن ننزل إلى الطابق السفلي لتناول. ما رأيك ببعض حلويات السكرية؟ إنها حلوة المذاق كثيراً ولذيذة جداً. أتعلمين كريس آليس؟ أظن أن أمر ما يجري هنا. لا يهم، فنحن نتحدث عن الحلوى الآن. انسي الحلوى، ركزي على المكنسة الكهربائية. حسنا. ربما أنت محقة، لكني واثقة أن ثمة تفسيرا منطقيا للأمر. بالطبع، مثل ماذا؟ اضطراب مغناطيسي كهربائي على سطح الشمس. كريبي؟ نعم. يبقى تفسير منطقي واحد فقط، إنه السيد الوجه المخيف. من هو السيد الوجه المخيف؟ ألا تعلمين؟ هذا السيد هو طيف يلازم المنازل. أنا لا أخاف، أنا من عائلة هولي رولر. أو ربما... انتظري لحظة، أريد التحقق من شيء. العم جيري، علمت أنك أنت الفاعل.
مرحبا كريبي، أتريدين قضمة؟ إنه نحاس مطلي بالفضة. لا لا شكرا. هاي هذه أسلاك أنبوبية. عم جاري، أعلم أنك تحب الأسلاك الكهربائية، لكن هلا أكلت في مكان آخر فأنت تخيف صديقتي. مهلا مهلا، ليس أنا فقط، لا تنظري إلي هكذا، حصلت على بعض المساعدة. بعض المساعدة؟ أحضرت مجموعتك بأكملها؟ كريبي، ماذا يجري هناك؟ سآتي حالا كريس أليس. هذه صديقتي، الأفضل أن ترحل قبل أن يعود والدها إلى المنزل، فهو يبيد الحشرات. إنذار أحمر، إنذار أحمر، ليخرج الجميع بسرعة. أجل أجل، حافظوا على هدوئكم، اهدأوا، وقفوا صفا واحدا. لن يكون الأمر سهلا، لقد أحكم رجل المبيدات سد منزله. تعلمين أننا استغرقنا 3 ساعات كي نتمكن من التسلل عبر ثقب صغير واحد. سأساعدك مع مجموعتك على الخروج، أعدك بذلك. كريبي، ظننت أنني سمعت أصواتا، هل هو السيد الوجه المخيف؟ أجل، لقد شاهدته، لا تدخلي إلى المطبخ. شاهدته؟ هل يزال يتمتع بأنياب ضخمة وديدان تخرج من رأسه؟ أو أنه كان مجرد طيف أسيء فهمه ويريد أن يكون صديقا؟ هذا يعتمد على شعورك حيال صديق لديه أنياب وديدان تخرج من رأسه. سأتصل بوالدي. هيا كريس أليس، أنت من آل هولي رولر، أتذكرين؟ أنت محقة، يجب أن أهتم بالأمر بنفسي. لكن كيف؟ هناك وسيلة للتخلص من الأطياف، وهي طاردة الأطياف. طاردة الأطياف؟ أجل، أحد هؤلاء الأفراد الذين يطردون الأطياف، أين يفترض بي أن أجد أحدهم؟ أنا أعرف طاردة أطياف. حقا؟ من دون شك، سأتصل بها في الحال. كيف يجري الأمر؟ ضغط بطيء. اضغطوا بسرعة أكثر، قد يعود والدها إلى المنزل قريبا. أهلا سيدة بوجوا، تفضلي بالدخول. أشعر بذبذبات غريبة من العالم الآخر. هذا مدهش، كيف يمكنك أن تعرفي؟ تشعر سيدة بوجوا بكل شيء. سيدة بوجوا، نريد المساعدة، هل تخلصيننا من السيد الوجه المخيف؟ السيدة بوجوا تتصل بالأطياف. قوة السيد الوجه المخيف كبيرة، لكن قوة السيدة بوجوا أكبر بكثير. أغمضي عينيك الآن يا طفلتي، لوحي بذراعيك وقولي ماذا تريد سيد الوجه المخيف. ماذا تريد السيد الوجه المخيف؟ عم جيري، ما الخط؟ كارثة، فاض مخرجنا الوحيد بمياه المطر. حسناً اتبعوني. أيمكنك أن تسمعني من العالم الآخر؟ تحدث يا سيد الوجه المخيف. من هنا، اتبعوني من هنا. هل سمعت هذا سيدة بوجوا؟ يقول السيد الوجه المخيف من هنا. ابقي مغمضة العينين، ستحرر السيدة بوجوا الآن السيد الوجه المخيف من هذا البعد. أشعر به، أنا أشعر بذبذباته. جيد جدا يا طفلتي، والآن اسمعي وكرري ما أقول، افتح قناة الحرية. افتح قناة الحرية. أشعر بالقناة تفتح، إنه شبيه بنفحتي، بنفحتي، هواء نقي. هل رحل يا سيدة بوجوا؟ لا، ليس تماما. إلى اللقاء. شكراً كريبي. يا طفلتي، يمكنك أن تفتحي عينيك، لقد رحل السيد الوجه المخيف. شكراً. والآن انتهى عملي في طرد الأطياف، على السيدة بوجوا أن تعود إلى علي أن أعود إلى ظلامي. أوه كريبي، أنت أفضل صديقة لي.
يسرني دوماً أن أمضي وقتاً ممتعاً برفقتك كريس أليس. أوه، انظري إلى صغيراتك كريسي، إنها نائمة كالعث في السجادة. أترين؟ قلت لك أمي إنه يمكنني الاهتمام بنفسي. هذا يجعل منك فتاة قوية. حسناً، طابت ليلتك عزيزتي. هل تخاف من الظلام؟ إذن لا تسمح للنمل الأحمر أن يدخل إلى بيتك. التيار الكهربائي يجذب هذه النملات، فهي تقدم الأسلاك الكهربائية، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المصابيح الكهربائية. مهلاً عم جاري. أيها التلاميذ، اتبعوني الآن في أروقة الزمن إلى عصر المصريين القدامى. مرحبا كارلا. ما هذا؟ لا أستطيع الاتصال، إرسال سيء. قرأت أنه رغم أن المصريين القدامى الذين عاشوا منذ ما يفوق 4000 سنة كانوا متطورين في علم الهندسة والرياضيات. إن كانوا فعلا متطورين، لما لا أستطيع الحصول على إرسال هنا؟ واضح أنهم كانوا يذهبون إلى الخارج لإجراء الاتصالات. رحلة أخرى إلى المتحف، ولم يذكر الدكتور باباز حتى الآن أي شيء حول دور الحشرات في التاريخ. يفيد هذا بأنه أعيد بناء قبر الفرعون حتى التفاصيل الصغيرة، بما فيها الجدران المتحركة والأبواب المسحورة وغرفة كنز مخفي. باج، هل سمعت كلمة مما قلته؟ كنت تتحدثين عن الغداء، صحيح؟ كنت أقول إنه سوف يكون لطيفاً لو أن الدكتور باباز أعطانا دروساً عن تاريخ بعض الحشرات. ماذا كنت تقولين؟ هذا رائع. نجد أمامنا بقايا محنطة للفرعون خفرع تعود إلى 4000 عام. دعي خفرع بهذا الاسم كما دعي العديد من الفراعنة تيمناً بإله الشمس المصري آمون راع. كيف كان ملكاً مهماً ولم يخبره أحد عن مرتب البشرة؟ أجل دكتور باباز، كيف يصادف أن المومياء تضع خنفساء الروث على عقدها؟ مجد المصريون القدامى خنفساء الروث، كانوا يشاهدون خنفساء الروث تزحف من جحرها في رمال الصحراء، واعتقدوا أن خنفساء الروث تعود إلى الحياة بطريقة سحرية. هذا مذهل. هذا مدهش، لكن معلمنا قال للطو كلمة روث 3 مرات ولم يضحك أحد. الآن لنتوجه إلى معرض التحنيط. أوه، تمجيد الحشرة؟ أقله أجاد المصريون فهم الأمر. مستحيل، تمجيد الحشرات ستقضي على أعمال شركة والدي المبيدة للحشرات. هذا أمر سيء. إضافة إلى أن الأفراد إذا احترموا الحشرات فمن سيحترم العارضات؟ لم يحترم المصريون القدامى الحشرات فحسب، بل اسمعنا التالي. تفيد أسطورة قديمة أنه بينما كان يجري تحنيط خبر رع، ألقى كاهن شرير لعنة عليه كي تجول روحه باستمرار إلى الأبد داخل جسم خنفساء الروث، وأن مومياءه قد تعود من الموت عندما تلتقي الشمس مع القمر. من سمع بحشرات تتمتع بروح؟ يا له من حديث سخيف. وكيف تلتقي الشمس بالقمر؟ الشمس لا تبزغ في الليل أبداً، وإلا أصبح نهاراً. أظن أن لقاء الشمس بالقمر ربما يعني الكسوف. Thank you.
سأدعي أن نفحة الهواء لم تحصل، أو أنها لم تبدو وكأن المومياء تئن، أو أني لازلت أتكلم عن الريح التي بدت كأنني مومياء. مهلا لحظة، أين ذهب الدكتور باباز؟ كيف أصبح بعيدا إلى هذه الدرجة؟ هيا أنا أسمع صوت الدكتور باباز صادرا من هذه الناحية. ربما تجدر بنا العودة من حيث أتينا. يا رفاق، لما تتحرك الجدران؟ احتوت المادة المستخرجة من خشب الأرز بدورها مواد حافظة قوية أثرت في الحال وأحدثت عملية التحنيط. مهلا، ألم يكن هناك باب في الجدار منذ لحظة؟ حافظوا على هدوئكم، أنا واثقة أنه يمكننا أن نجد المخرج يا أصدقائي. لا أكترث لوجهتنا طالما نتحرك. قد نرغب بتوخي الحذر. يفيد هذا بأن هناك ما يفوق 4000 ميل من الممرات السرية داخل هذا القبر، وإذا لم تتوخوا الحذر فقد تجدون أنفسكم. هذه الحشرة ليست ودية. هذا يكفي، لن أتحرك من مكاني لحين معرفة وجهتنا. ترى أين يمكن أن يكون بادج الآن؟ حالفني الحظ، آمل أن أصل إلى متجر الهدايا. لاحقاً سنقوم بزيارة غرفة الكنز، حيث يقال أن والدة خفرع مدفونة هناك. اختار خفرع أن يدفن بالقرب من والدته العزيزة كونه كان ابناً وفياً، ما يذكرني قليلاً بنفسي. لكن ما هذا الصوت؟ أظن أنه غرفة الكنز الذي تحدث عنها بادج. أتدعين هذا كنزاً؟ هل شاهدتم؟ تذكرني كثيراً بي. بادج! نكمل جولتنا إلى مكان آخر. نكمل الجولة، وإلى يساركم عرش آخر لخفرع، وهنا تنتهي هذه الجولة. مشردون، حلفكم الحظ فلم تتوهوا. لا أصدق أن كنا ظننتن أن المومياء عادت إلى الحياة. أجل، كم كان سخيفاً ما قلته عن المومياء التي تفيد بلقاء الشمس بالقمر. تماماً. رغم ذلك لكان لطيفاً أن نصادف فرعوناً حقيقياً يمجد الحشرات. لا يهم. هيا يا أعزائي التلاميذ، تفضلوا.
الروث حشرات مجدها المصريون القدماء، والمزارعون اليوم يعتبرونها شرسة. هذه الحشرات تنشر في التراب الأملاح المعدنية، ما يساهم في نمو النباتات. إنه عمل قذر، ولكن على أحد أن يقوم به.